سيداتي وسادتي، نلتقي الآن بالدكتور أسامة الباز وكيل أول وزارة الخارجية ليحدثنا عن معاهدة السلام التي وقعت بالبيت الأبيض منذ لحظات. هتوقع معاهدة السلام وهيوقع أيضا اتفاق دولي آخر مصاحب لها، وهو الخطاب المتبادل بين مصر وإسرائيل حول إقامة الحكم الذاتي الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة. معاهدة السلام زي ما احنا عارفين هي الخطاب المتبادل ينبع من إطار قانوني واحد، وهو الإطار السلام في الشرق الأوسط الذي تم توقيعه في واشنطن بعد مباحثات كامب ديفيد في شهر سبتمبر الماضي. المعاهدة بتبدأ بديباجة بتحدد الإطار القانوني المعقودة خلاله، وهو اتفاق سلام شامل في عدة فقرات في الديباجة بتؤكد هذه النقطة. بعد هذا بتأتي المواد، في 9 مواد. المادة الأولى بتتكلم عن إنهاء حالة الحرب والانتقال إلى حالة سلام، وتتحدث عن انسحاب إسرائيل من الأراضي المصرية المحتلة حتى الحدود الدولية وعودة السيادة المصرية عليها. المادة 2 بتتكلم عن الاحترام الحدود. المادة 3 بتتحدث عن التزامات الأطراف وفقا لميثاق الأمم المتحدة والأحكام العامة في القانون الدولي، ومع التركيز على الالتزام بالامتناع عن استخدام القوة، وده التزام ملتزمين به الأطراف دول طبقا حتى من أيام اتفاقيات الهدنة، وبذلك فليس التزاما جديدا ولكن هذا مجرد تأكيد له. بعد هذا المادة 4 بتتكلم عن إجراءات الأمن. المادة 5 بتتكلم عن المرور في المياه سواء في قناة السويس أو في خليج العقبة. بعد ذلك المادة 6 بتتحدث عن التزام الأطراف بالوفاء بالتزاماتهما طبقا للمعاهدة. المادة 7 بتتكلم عن وسائل حل المنازعات اللي ممكن أن تقوم بين الطرفين بشأن تنفيذ أحكام المعاهدة. المادة 8 بتتكلم عن لجنة التعويضات التي سوف تشكل وتجتمع قريبا للبحث في التعويضات، وهذه لجنة مهمة جدا من وجهة نظرنا لأننا لنا مطالب كثيرة بالتعويض عن كل الأضرار التي حدثت للمدنيين أو الأهداف المدنية، وأيضا بالنسبة للموارد الطبيعية التي استغلتها إسرائيل في فترة الاحتلال. المادة 9 بتتكلم عن بدء سريان المعاهدة وتنفيذها. بعد هذا كان فيه ايضا بعض النقاط اللي كانت محل خلاف بين الطرفين من ناحية مفهوم بعض النصوص الواردة في الاتفاق، ولذلك احنا توصلنا الى صيغة لحل هذا الخلاف عن طريق مذكرات تفسيرية تكون مكملة للمعاهدة ومصاحبة لها. في المذكرات التفسيرية دي بتفسر بعض المواد. حرصنا ان احنا نقول ان ممارسة السيادة المصرية على اي جزء تجلو عنه اسرائيل وتنسحب عنه لا ينتظر، هذه الممارسة لا تنتظر اتمام الانسحاب، انما تتم اولا باول. كل ما يجلو عن شبر او عن كيلومتر من الارض المصرية تنتقل تبدأ على الفور ممارسة السيادة المصرية على هذا الجزء وهكذا. ايضا بالنسبة لترتيبات الامن، لاننا اردنا ان يكون واضح جدا ان اي وقت يبقى من حق مصر ان تطلب تعديل هذه الترتيبات الامنية او المفروضة على الطرفين. احنا بنعتقد ان هذه الترتيبات بطبيعتها يجب ان تكون مؤقتة وقابلة للتعديل. التعديل طبعا بيتم بارادة الطرفين مش بطرف واحد، لكن تم الاتفاق على ان اذا اي طرف طلب التعديل في الاحكام دي فلابد من بدء المفاوضات خلال 3 شهور حول تعديلها. في المادة 6 كان في حصل لبس حولها، لان بعض الاسرائيليين كانوا قالوا ان بمقتضى المعاهدة في دلوقتي الالتزامات مصر النابعة عن هذه المعاهدة تكتسب اولوية على التزاماتها الاخرى، وكانوا بيقصدوا بهذا طبعا التزاماتها العربية وبالتحديد التزامها باحكام ميثاق الضمان الجماعي او اي اتفاقيات دفاع مشترك بينها وبين الدول العربية. نحن رفضنا هذا واصرينا ان ما تكونش هذا، لان كان مفهومنا ومفهوم الجانب الامريكي غير هذا، لان لا يعقل ان احنا ندي اسرائيل او غيرها اولوية على التزاماتنا الاخرى. كل طرف مسؤوليته تنتهي بالوفاء بالتزاماته
الناشئة عن هذه المعاهدة وليس للطرف الآخر علاقة بالتزامات الطرف نحو الأطراف الآخرين. ونحن بنعتبر التزاماتنا العربية أساسية وحيوية لأنها بتمس انتمائنا الأساسي ومصيرنا وبتمس أيضا أمننا القومي في الإطار العام، ولذلك أصرينا على هذا وفعلا صدر في تحديد واضح لهذا في مذكرة تفسيرية ألحقت بالمعاهدة بتقول إن ما فيش فكرة الالتزامات دي مش واردة بالنسبة للطرفين. بعد هذا غير في طبعا ما يسمى بروتوكولات، في بروتوكول للمسائل العسكرية خاصة بالانسحاب وما يتبع فيها وبروتوكول خاص بالعلاقات أو تطبيع العلاقات. أيضا مع المعاهدة زي ما قلت في اتفاقية دولية حول إقامة الحكم الذاتي في الضفة الغربية وغزة. نحن نعتبر هذه الاتفاقية أساسية تماما، هي صحيح لا توجد حل نهائي للمشكلة الفلسطينية ولكنها تبدأ هذا الحل وهي خطوة على طريق الحل، لأن في كامب ديفيد روي أن يتم حل المشكلة على مرحلتين، مرحلة فترة انتقالية يقام فيها حكم ذاتي باختصاصات وصلاحيات واسعة يكون له سيطرة في الضفة الغربية وغزة، هذه الفترة لا تتجاوز 5 سنين. في ال5 سنين دي يبدأ الفلسطينيين يمارسوا السلطة في الضفة الغربية وغزة عن طريق حكومة تنتخب انتخاب حر. عشان ده يحصل لازم تكون هذه الحكومة صاحبة اختصاصات وصلاحيات واسعة ولا تكون كما هو قائم في الآن في التصور الإسرائيلي أو على الأقل في التصور اللي بيطرحوه أنها تكون حاجة رمزية أو شكلية أو تكون شيء أقرب إلى الحكم المحلي. لا، هذا غير صحيح، لابد أن تكون حكومة لها معظم معالم السيادة. بقى قبل نهاية ال5 سنين دول تتم تجرى مفاوضات يتم في نهايتها الاتفاق على مستقبل الضفة الغربية وغزة، ونحن نرى أن هذا المستقبل يتقرر أولا وأخيرا على أساس مبدأ تقرير المصير. المهم أن ننتقل للسؤال الثاني، بعد ما يتم التوقيع على هذه الاتفاقيات إيه اللي يحصل بقى؟ اللي يحصل أن يحصل كل دولة يتم فيها التصديق على المعاهدة والخطاب المتبادل. معنى هذا ان المؤسسات الدستورية في البلدين كل على حدة يصوت على التصديق، اذا اقرت في البرلمانين يتم بعد ذلك تبادل وثائق التصديق، كل طرف يرسل الاخر الوثائق الخاصة بالتصديق. الاسرائيليين كانوا عاوزين ان يتم 3 توقيعات، توقيع في واشنطن وبعدين توقيع في القاهرة وتوقيع في القدس. نحن رأينا أن هذا غير ضروري وغير مفيد وأنه يكتفى بالتوقيع هنا، وعلى ذلك حيتم التوقيع على كل النسخ الإنجليزي والعربي والعبري هنا في واشنطن وبعد كده ما يحصلش توقيعات، يتم فقط تبادل وثائق التصديق، ودي مش محتاجة زيارات على مستوى عالي أو أي من هذا القبيل. عند هذا التبادل بمجرد ما يحصل التبادل الأثر الوحيد اللي يحصل هو إنهاء حالة الحرب بين مصر وإسرائيل. من ناحية العملية اللي هترتب على هذا حاجة واحدة بس، ان يكون لإسرائيل حق مرور سفنها في قناة السويس، لان احنا في منع إسرائيل او السفن الإسرائيلية من المرور في قناة السويس كنا مستندين الى اقامة حالة الحرب الى قيام حالة الحرب، فما دام زالت حالة الحرب يبقى من حق إسرائيل ان تمر سفنها في القناة. بعد ذلك بيبدأ انسحاب إسرائيل من الارض المصرية وهيتم الانسحاب على مرحلتين، مرحلة من العريش لرأس محمد، العريش فوق في البحر الأبيض زي ما احنا عارفين ورأس محمد موجودة على الخليج، هيحصل من المرور الانسحاب إلى هذا الخط يتم خلال 9 شهور. في ال9 شهور دول في تقسيمين فرعيين، منطقة العريش يتم الانسحاب منها في خلال 2 شهر، منطقة اللي فيها حقول البترول قرب البحر في البحر الأبيض البحر الأحمر بيتم الانسحاب منها خلال 7 شهور، باقي المنطقة يتم الانسحاب خلال 9. بعد ذلك المنطقة الباقية يتم الانسحاب منها في مدة لا تتجاوز 2 عشان تبقى المدة كلها 3 سنين. لما اول ما يتم الانسحاب، لما يكتمل الانسحاب الى الخط العريش راس محمد يعني بعد 9 شهور هيبدأ تطبيع العلاقات بين مصر وإسرائيل، ومنقول بيبدأ بمعنى انه بيبدأ بالتدريج، يعني مش هتتفتح البوابات للتطبيع بالكامل مرة واحدة، وإنما عمليات التطبيع خصوصا في المسائل الاقتصادية والمسائل الثقافية محتاجة لإجراءات كثيرة ومحتاجة لاتفاقيات مكملة، لأن لابد من ضبط هذه العملية، مش ممكن العملية تكون من غير ضبط. انتقال الأفراد هيتم بترتيبات وتنظيمات معينة، تبادل السلع، أي نشاط تجاري أو اقتصادي
لابد من ضبطه وتنظيمه بما لا يخرج اطلاقا عن القوانين المطبقة في البلدين وعن المصلحة حسب ما يقدره كل منهم. يعني في دي احنا هنقدر بالذات ايه مصلحتنا في اي حدود ونتفق على هذا. فهتتم المفاوضات حول هذا وهتستغرق فترة معينة تقدر ب6 أشهر، ممكن ان تطول عن هذا التاريخ. الشيء اللي ممكن يحصل ايضا في مجال تطبيع العلاقات من ناحية السياسية، بدء تبادل التمثيل الدبلوماسي يتصاعد الى مرتبة السفير بعد شهر، ولكن هناك ايضا مراحل اخرى يترتب في متصاعدة، وليست المسألة تتم دفعة واحدة. بنشكر الدكتور أسامة الباز، وبننهي بذلك إرسالنا سيدات وسادتي من العاصمة الأمريكية.